ايه بقى؟ هنبدأ أول حاجة بالمسلز كده على السريع. Origin insertion ومكان. أول حاجة عندك المسلز اوف ذا فيس وعندك مسلز اوف ماستيكيشن. المسلز اوف ذا فيس أهمهم على الإطلاق الثلاثة الكبار، اللي هو لو جه علم لك هنا يبقى دي كده الأوربيكولاريس أوكيلاري على العين. لو جه علم لك هنا على الماوس يبقى دي الاوربيكولاريس اورس، خلاص. طب لو جه علم لك في السبيس اللي ما بين البوكيلاي والاورس يبقى دي الباكسينيتور، يبقى دي كده مين؟ الباكسينيتور. دي المسلز بتاعه الفيس. نيجي بعد كده لمين؟ المسلز اوف ماستيكيشن. عندي فور مسلز اوف ماستيكيشن اللي انت بتشوفها في الجثه ثلاثه بس، اللي هم مين؟ اول واحده كبيره موجوده فين؟ على التمبرال ريجن، على السايد بتاع الفيس، خلاص. يبقى اي ما تلاقي عضله موجوده على السايد بتاع الفيس تبقى دي كده مين؟ التمبرالس. التمبرالس بتطلع منين؟ هتطلع من حاجه اسمها الفيسيو تمبرال لاين، خلاص. و هتطلع حاجه من اسمها الانفيريور تمبرال لاين اللي هو ماشي كده، خلاص. هتطلع من حاجه اسمها الفلور بتاع التمبرال فوس، خلاص. والتمبرال فاشيا الكفرنج دي، خلاص. دي كده مين؟ التمبراليز اورجن. الانسرشن بتاعها فين؟ ايوه، هيعلم لك فين؟ هيعلم لك هنا على الكورونايد بروسس. فين؟ في التب الانتيريور بوردر الانر سيرفيس بتاع الكورونايد بروسس، خلاص. ده كده الاورجن والبوزيشن بتاع التمبراليس. العضله الثانيه اللي اسمها الماسيتر ماسل. الماسيتر دي هلاقيها فين؟ هلاقيها على السايد بتاع الريمس بتاع الماندبل هنا كده اهو، خلاص. يبقى دي كده اسمها ايه؟ الماسيتر ماسل. طالعه منين؟ لما يجي يعلم لك عليها في البون، بص كده يعلم لك فين؟ طالعه بسوبرفيشال هيد من عند اللور بوردر بتاع حاجه اسمها زيجوماتيك ارش، والديب هيد من الانر سيرفيس بتاع زيجوماتيك ارش، يعني من الاخر هيعلم لك على زيجوماتيك ارش كله، خلاص؟ طيب وراح هتمسك فين؟ في الماندبل هنا، فين في الماندبل؟ على الاوتر سيرفيس بتاع الريمس اوف ذا ماندبل. يبقى دي كده مين؟ الماسيتر ماسل. كويس قوي. الثالثه اللي اسمها الميديال ترجايد. الميديال ترجايد دي هشوفها ازاي؟ هشيل الماسيتر الاقي واحده ماشيه كده، خلاص. دي كده مين؟ الميديال ترجايد تحت الماسيتر على طول، خلاص. يبقى تاني الميديال ترجايد فين؟ تحت الماسيتر على طول. لو جاب لك خله وحطها تحت الماسيتر على طول بتبقى مين؟ الميديال ترجايد. الميديال ترجايد بتطلع منين يا جماعه؟ ليها تو هيدز. الهيد اللي بتطلع من الميديال سيرفيس بتاع اللاترال ترجويد بليت، والاذر هيد بتطلع منين؟ من حاجه اسمها ماكسيلاري تيوبروست، خلاص. طيب الميديال ترجويد بتروح تمسك فين؟ هتروح تمسك على الانر سيرفيس بتاع الانجل اوف ذا ماندبل، خلاص. يبقى دي كده مين؟ الميديال ترجويد. اللاترال ترجويد مش هتجيلك على السفره عشان هي الليفل بتاعها فوق شويه، خلاص. امال ممكن تجيلك فين او ازاي؟ هتجيلك هنا. تطلع منين؟ تطلع من اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال ترجويد بليت، وبتطلع من الانفراتمبرال سيرفيس بتاع الجريتر لاينج اوف سبينول، خلاص. بتروح تمسك فين؟ هتروح تمسك على حاجه اسمها ترجويد فوفيا، دي موجوده على الانتروميديال سيرفيس بتاع الكوندايلر بروسس، خلاص. يبقى ده الكورونويد وده الكوندايلر بروسس، خلاص. طيب دي كده مين؟ المسلز اوف ماستيكيشن. احنا عرفنا مسلز اوف ذا فيس ومسلز اوف ماستيكيشن لما يجي يعلم لك عليه، خلاص. بعد كده دخلنا على مين؟ هنخش على الباروتيد جلاند والباروتيد داكت. الباروتيد جلاند دي بلاقيها فين؟ خلاص؟ بلاقيها فين؟ قولوا. ايوه، ادي الماسيتر موجوده هنا، هي ما بين الماسيتر وما بين الاسترنوماستويد، وهي نازله فين؟ اهي شكلها تريانجلر ان شيب، خلاص. دي جلاند شكلها ايه؟ تريانجلر ان شيب، موجوده هنا تحت الاوركل على طول، خلاص. طيب وليها داكت، خلاص. الداكت دي بتفتح فين؟ في الفيستيبيول بتاع الماوس اوبوزيت الابر سكند مولر توز. ادي الباروتيد جلاند والباروتيد داكت. في اي مشكله؟ بعرف مكانها فين؟ على السايد بتاع الفيس تحت الودان على طول، ما بين الماسيتر وما بين الاسترنوماستوري، علشان الاورينتيشن بتاع المكان مهم، خلاص، عشان ما تتلخبطوش. يبقى ادي مكان الباروتيد جلاند وادي الباروتيد داكت، طالعه من الانتيريور بوردر بتاع الجلاند، تمام؟ طيب كويس قوي. بعد الباروتيد جلاند والباروتيد داكت عندكم في مين تاني؟ بصوا كده،
عندنا البرانشات بتاع المانديبولار نيرف اللي هم اللينجوال والانفيريور الفيولار. بصوا كده دول هلاقيهم فين؟ دول لما بشيل المسيتر خلاص، اعري المسيتر على الميديال تيرجويد خلاص، هلاقي نيرف كبير نازل رايح للتانج. ده كده مين؟ ده اللينجوال نيرف خلاص اهو. ده كده اللينجوال نيرف، نيرف تحت المسيتر على الميديال تيرجويد خلاص، ده اللينجوال تمام اهو. لو لقيتوه مقطوع خلاص هتلاقوا اتنين كده صغيرين، بصوا كده اهو، ادي واحد مش عارفه تشوفوه ولا لا، بس احنا لازم نكسر الحته دي اهو. ده كده اللي داخل للتانج بس كان اصله هنا فوق تمام. ده اللينجوال اللي هو بيبقى قدام، واللي وراه ده مين؟ الانفيريور الفير اللي هو ده خلاص. يبقى تاني الناس اللي هنا بصوا كده، ادي ده اللينجوال اللي هو داخل للتانج تمام، جاي من هنا بس مقطوع من فوق، وادي اللي وراه على طول مين؟ الانفيريور الفيولر تمام. الناس اللي هنا يبقى عرفتوا اهم حاجه الانتشن بتاعنا ايه، ان انا لما اشيل المسيتر الاقي نرفين، واحد قدام وطويل داخل على الطول ده اللينجوال، واحد قصير ووراه ده كده مين؟ الانفيريور الفيولر، او هلاقي واحد طويل كله على بعضه ده كده مين؟ اللينجوال خلاص. موضوع الهايبوجلوسر واللينجوال، ولو انه مش عليكم لان احنا ما عندناش الهايبوجلوسر، 99% من الجثث ما فيش هايبوجلوسر نيرف، بس هعرف منين؟ هحط ايديا عند المانديبل كده عند اللور بوردر بتاع المانديبل، لو لقيت نيرف الاورجن بتاعه من فوق صباعي يبقى ده اللينجوال خلاص. لو لقيت نيرف الاورجن بتاعه جاي كده من تحت صباعي يبقى ده كده الهايبوجلوسر خلاص. ليه؟ لان الاثنين رايحين للتانج تمام، سواء لينجوال او هايبوجلوسر مش مهم، مش مهم الهايبوجلوسر خلاص. طيب نكمل بقى، بعد كده عندنا مين؟ عندنا الديورال فولز. ايه في الديورال فولز هنشوفها؟ بصوا كده الديورال فولز ده انا دخلت كده جوه الكرانيال كافيتي، بصوا كده هلاقي واحد طالع لفوق ده كده مين؟ الفالس سيربراي، ده كده الفالس سيربراي خلاص. وبعدين هلاقي واحد جاي بالعرض ده كده مين؟ التنتوريوم سيربلاي، ده كده مين؟ التنتوريوم سيربلاي. طيب واللي تحت ده؟ ايوه اللي تحت اللي جاي بالطول، يبقى انت عندك اثنين فيرتيكال، واحد فوق رايح للسيربرال هيمسفير ده الفالس سيربراي، واحد تحت التنتوريوم ماشي بين السيربيلم ده الفالس سيربيلم، واحد بالعرض ده كده مين؟ التنتوريوم خلاص اهو. ادي عندي اثنين فيرتيكال وواحد جاي هوريزونتال، الفيرتيكال الاولاني اللي فوق خالص ده مين؟ ده الفالس سيربراي. وخلي بالكم في السبيلنج يا جماعه ما بين سيربراي وسيربيلاي عشان دي ممكن تنقصكوا درجات، يبقى ده الفالس سيربراي اللي فوق خلاص. طيب والتاني الفيرتيكال اللي نازل لتحت ما بين التو سيربيلم خلاص، ده كده الفالس سيربيلاي تمام، واللي ماشي بالعرض ده مين؟ التنتوريوم سيربيلاي خلاص. طيب دي كده الديورال فولز. نكمل بعد كده عندكم مين؟ البوستيريور تراينجل بتاع النك. فاكرين النك نفسها بتتقسم ازاي؟ عن طريق الاسترنال ستايل، عن طريق مين؟ الاسترنال ستايل. بصوا كده اهي عضله كبيره جايه على السايد اوف ذا نك، طالعه منين؟ من تحت استرنال كليفر يعني من الاسترنال ومن الكلافيكل، ورايحه تمسك فوق فين؟ على الاوتر سيرفيس بتاع الماستويد بروسس اهي. يبقى دي الاسترنوماستويد خلاص. الاسترنوماستويد دي هتقسم لي جزء منها البوستيريور تراينجل يعني الورق ما بينها وما بين الترابيزيوس وما بين الكلافيكل تحت، ده كده اسمه بوستيريور تراينجل. ايه اللي احنا هنشوفه في البوستيريور تراينجل غير الاسترنوماستويد؟ بصوا كده هنشوف حاجه اسمها روتس اند ترانكس اوف بريكيال بريكس اهي. ادي الروتس والترانكس بتاعت البريكيال بلكسس. طب شلناها روتس وترانكس بتاع البريكيال بلكسس، قدامها ماسل اسمها كالينس انتيريو، قدامها ماسل اسمها ايه؟ كالينس انتيريو، ووراها او تحتيها ماسل اسمها كالينس ميديس خلاص. الناس اللي هنا تعالوا كده عشان تشوفوا خلاص. تاني نعم، دي كده ترانكس اللي هي الكبيره دي، بص كده كل ترانك منهم هتلاقي عباره عن اثنين روت خلاص، هتلاقي عباره عن حاجتين لازقين في بعض خلاص. سكالينا سانتيريور اه ممكن تيجي خلاص. يبقى تاني البوستيريور تراينجل بتاعنا فين؟
اهو ادي الاسترنوموستويد بتاعتي. خلاص تطلع من الاسترنوم والكلافيكل وتروح تمسك على لاترال سيرفيس بتاع الماستويد بروس. هتقسم لي النك لتو تراينجلز، تراينجل قدام اسمه الانتيرو تراينجل وتراينجل ورا ما بينها وما بين الترابيزيس، ده البوستيريور تراينجل. ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني الترانكس او الروت والترانكس بتاعه البريكال بلكس. ايه عرفها ازاي؟ موجوده في البوستيريور تراينجلز تراينجل لتحت خالص، اكتر حاجه تحت. خلاص البوستيريور تراينجل اكتر حاجه لايه؟ لتحت. اكشلي هي بتبقى فوق الكلافيكل على طول. خلاص تمام. طيب اهم دول كده الثلاثه، دول الثلاثه ترانكس. طب الثلاثه ترانكس دول هلاقي قدامهم ماسل، الماسل دي اسمها سكالينس انتيريور. اسمها ايه؟ سكالينس انتيريور. طب وراهم ماسل ثانيه، الماسل دي اسمها سكالينس ميدياس. اهي سكالينس ميدياس بوستيريور وتحتيرو. خلاص مش عليكي تمام. يبقى ادي ادي البورتس او ادي الحاجات اللي انتم المفروض تعرفوها في مين في البوستيريور تراينجل. مش عايزين حاجه اكتر من كده في البوستيريور تراينجل. خلاص نكمل. الاسترنوموستويد الاوريجن بتاعها بتطلع منين يا جماعه؟ استرنو كليدو ماستويد. استرنو هتطلع من الباك بتاع الاسترنوم المانوبيوم السيرماي، وهتطلع من الابر بوردر بتاع الميديال تيلت اوف ذا كلافيك. هتروح تمسك فين؟ خلاص وهتروح تمسك في اللاترال بوردر او اللاترال سيرفيس بتاع الماستويد. برافو عليك سوبيريور نيوكام. خلاص دي كده مين؟ الاسترنوم ماستويد. بصوا كده يا اولاد، لما اشيل الاسترنوم ماستويد هلاقي تحت حاجه اسمها الكاروتيد شيز بالفيسلز اللي موجوده فيه. ايه الفيسلز اللي موجوده فيه؟ هلاقي ارتري كبير. خلاص ده اسمه كومن كاروتيد ارتري. اسمه ايه؟ كومن كاروتيد ارتري. كومن كاروتيد ارتري بيطلع من الرايت سايد غير الليفت سايد. بيطلع من الرايت سايد من ايه؟ ايوه من حاجه اسمها بريكيو سيفاليك ترانك، ده الرايت سايد. طب امال الليفت سايد؟ بيطلع دايركتلي من الارش اوف ذا اورت. خلاص بفضل ماشي لحد فين؟ لحد الابر بوردر بتاع الثايرويد كارتلج. خلاص واتقسم الى external carotid artery و internal carotid. ال external carotid اللي لازم يبقى طالع منه branches. خلاص بصوا كده انا عندي اتنين اهو. خلاص واحد هتلاقوا طالع منه برانشات يعني مخرب في خراب. خلاص ده كده مين؟ ال external carotid. يا هتلاقي البرانش نفسه طالع يا هتلاقي في خرام لو كانت البرانشات دي مقطوعه. انما في واحد ما بيديش اني برانشز خالص وبيخش على جوه على طول على الكرينيال كاف، ده الانترنال كاروتيد. خلاص يبقى تاني الاورينتيشن بتاعك هتلاقوا ماسوره، ده الايه؟ الكومن كاروتيد عند الابر بوردر بتاع ثايرويد كارتلج. فين هنا الثايرويد كارتلج؟ اهي ده كل ده اسمه ثايرويد كارتلج. عند الابر بوردر بتاعها هيتقسم لاثنين الاكسترنال والانترنال. الاكسترنال اللي ليه برانشات او المخرب. خلاص الانترنال اللي ملوش اي برانشات اللي بيخش على جوه على طول. طيب ده الكاروتيد. الكاروتيد بيبقى جنبيه مين؟ بيبقى جنبيه الانترنال جاجلر فين. خلاص الانترنال جاجلر فين اهو. خلاص حاجه كده فين ليها اليومن بس مبطط كولابسد، بيبقى ماشي جنبيه، بيبقى ماشي جنب الارض. هما دول كده. خلاص ويبقى ماشي وسطيهم مين؟ الفيجاس اللي هو اطول نيرف موجود عندكم اهو. الفيجاس هتلاقوه نازل من الكرانيال كافيتي من جوه ومكمل لحد ما يخش جوه السوركس. خلاص كل ده اسمه الايه؟ الفيجاس نيرف. الثلاثه دول مع بعض يبقوا متغطين بحاجه اسمها كاروتيد شيز. خلاص مش مشكله ما عدا الاكسترنال كاروتيد. برافو عليك. خلاص طب وبعدين الكاروتيد شيز ده في البوستيرير وول بتاعته بتبقى امبيدد حاجه اسمها سمباثيتك تشين، دي اللي احنا هنتكلم عليها. خلاص سمباثيتك تشين دي عباره عن ايه؟ ده السمباثيتك سبلاي بتاع الهيد اند نيك. خلاص طيب بصوا كده السمباثيتك تشين فين؟ انا بقول في البوستيريور وول، يعني انا هشيل دول كلهم وايوه برافو عليكي، وهلاقي خلاص حاجه عامله زي النيرف كده نازله لتحت. بصوا كده الفرق ما بين الفيجاس والسمباثيتك تشين. ايه الفرق؟ اولا السمباثيتك تشين ارفع شويه من الفيجاس، ثانيا السمباثيتك تشين بيدد. يعني ايه بيدد؟ محببه. هتلاقي من فوق كده فيها حاجه عامله زي الحبايه كده ونازله لتحت. برافو عليك. الحبايه دي اسمها ايه؟ جانجل. يعني السمباثيتك تشين في الهيد اند نيك فيها ثلاثه جانجل، حاجه اسمها سوبيريور وحاجه اسمها ميدل وحاجه اسمها انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجل. خلاص فلما تلاقوا السمباثيتك تشين بصوا كده من فوق تخينه ازاي،
من فوق بتبقى تخينة شوية ونازلة على رفيع بعد كده. خلاص شايفين مش شايفين؟ طب بدل كده، بدل اللي شايف اسم 2 ازاي؟ ده الاكسترنال اللي بيخش عند الباروتيد من جوه، خلاص؟ انما الانترنال اللي بيكمل ديب، خلاص؟ او الاكسترنال اللي ليه برانشات اللي هتلاقوه مفتل من هنا كده، مفتل ليه برانشات، خلاص؟ انما الانترنال كاروتيد ملوش برانشات، خلاص؟ طيب فين تاني؟ مين دي بقى؟ مين الحلوه دي؟ ايوه دي اسمها دايجاستريك ماسل. دي اسمها ايه؟ دايجاستريك ماسل. ده كده الدايجاستريك تراينجل اللي هو مين؟ معمول بالانتيريور بيلي اهي، دي اللي بتبقى هنا جايه هنا ماسكه فين؟ حاجه اسمها الدايجاستريك فوسه، ايوه، عند اللور بوردر بتاع الماندبل هنا كده في الاثنين دول، خلاص؟ ده الانتيريور بيلي. طب وبعدين البوستيريور بيلي بتروح تمسك فين؟ ايوه، او طالعه منين؟ طالعه من الدايجاستريك فصه هنا كده، او مش فصه، هي دايجاستريك جروف او نوتش، خلاص؟ فين؟ عند الميديال سيرفيس بتاع الماستويد، يعني الاسترنو ماستويد لاترال سيرفيس، انما الدايجاستريك البوستيريور بيلي ميديال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الماستويد بروسس، خلاص؟ طيب عند اللور بوردر بتاع الماندبل مع التو بيلز بتاع الدايجاستريك، ده اسمه دايجاستريك تراينجل، خلاص؟ او السب مانديبولار ريجن. بصوا كده لما اقلب من الناحيه دي، استنى اهي، دي مين تاني؟ ادي الدايجاستريك ماسل اهي، خلاص؟ دي البوستيريور بيلي وادي دي الانتيريور بيلي ماسكه كده. ومين بقى اللي بتبقى موجوده هنا؟ ايوه دي السب مانديبولار جلاند، سب مانديبولار سليفري جلاند. ومين دي اللي طالعه منها؟ سب مانديبولار داكت، خلاص؟ يبقى دي الدايجاستريك تراينجل، الدايجاستريك ماسل التو بيليز مع اللور بوردر، وادي سب مانديبولار سليفري جلاند الموجود، ده سوبرفيشال بارت، كل ده سوبرفيشال بارت، دي بارت ما بتشوفوش جوه. الايه تاني؟ لف لف دول الستراب ماسلز. ستراب ماسلز يعني ايه؟ دول حاجات عامله ماسلز زي الشريط، اسمها انفرا هايويد ماسلز، يعني ايه؟ تحت الهايويد بون على طول. اللي مطلوب منكم الاثنين اللي في النص الكبار، وواحده اللي جايه من على جنب. اصبروا كده، يا راحت فين؟ هي بس على الصوره، اظبط التليفون، اهي المفروض دي. بس دي مقطوعه، دي ما تجيش. بصوا كده الاثنين اللي في النص دول الاسترنو هايويد اللي في الميد لاين، خلاص؟ اللي لاترالي ليهم دي المفروض السوبير بيلي بتاع الاومو هايويد. هات الجثه اللي هناك دي كده، بصوا كده اهم هنا احلى شويه. الاثنين اللي في النص دول الاسترنو هايويد، بصوا كده اللي موجوده لاترالي ليهم، ادي دي السوبيريور بيلي بتاع الاومو هايويد. انفيريور بيلي طالعه من السكابولا من ورا، الابر بوردر بتاع السكابولا، خلاص؟ فدي كده مين؟ السوبيريور بيلي بتاعت الاومو هايويد، خلاص؟ وادي دي الاسترنو هايويد اللي هم دول تو استرنو هايويدز، وادي السوبيريور بيلي بتاع الاومو هايويد بس متقطع شويه، خلاص؟ طيب ايه ناقصكم هنا تاني؟ تعالوا كده نشوف، حد كده يوريني ايه المطلوب منكم في الساجيتال سيكشن عشان تبقوا عارفين. ادي عندي اللي بيفصل النيزل كافيتي اهو، حلو كده؟ حلو قوي. هعمل ايه؟ كده؟ لا دكتور، هنا كده؟ كده الناس شايفه؟ يعني حد طيب الفرق ما بين النيزل كافيتي والاورال كافيتي، عندي حاجه اسمها البالت، ده اللي بيفصلهم الاثنين عن بعض. البالت ده الجزء الانتيريور بتاعه اسمه هارد بالت عشان ده بون، خلاص؟ وجزء البوستيريور بتاعه اسمه السوفت بالت، خلاص؟ طيب النيزل كافيتي مش عايزين منه حاجه، خلاص؟ غير الاوستيكيان تيوب لو جات. الاوستيكيان تيوب دي موجوده فين؟ في اللاترال وول بتاع النيزو فارينكس. لازم تبقوا عارفين ان الفارينكس بيكستند من البيز اوف ذا تانج، من البيز اوف ذا سكال لحد الاسوفيجاس تحت. مش احنا قلنا الكلام ده امبارح تقريبا؟ خلاص؟ الجزء اللي فوق لحد البالت ده اسمه النيزو فارينكس، الجزء اللي ما بين البالت والابيجلوتس ده اسمه الاورو فارينكس، خلاص؟ والجزء اللي تحت الابيجلوتس ده اسمه لارينجيو فارينكس. ايه المطلوب في النيزو فارينكس؟ الاوبننج بتاع الاوستيكيان تيوب،
خلاص في الاوروفارينكس لو حط لك علامه على اللاترال وول بتاع الاوروفارينكس تبقى دي البلاتاين تونس، تبقى دي كده مين البلاتاين تونس. حلو، مين ده؟ التونج. خلاص، مين ده؟ ايوه ليبيج لوتس. ده عباره عن حاجه عامله زي الشلف كده، كارتليج جايه طالعه زي الشلف تحت البيز بتاع التونج. خلاص، تحت مين؟ بيز اوف ذا تونج. دي التونج اهي، دي اولها، ادي الماوس اهو، دي اولها، وادي حاجه اسمها البيز اوف ذا تونج اللي هو اخر حته تحت البوستيريور، تحتيه على طول هلاقي الايبيج لوتس. خلاص، طيب مين ده؟ ده اللارنس. خلاص، طيب ومين اللي وراه ده؟ ده حاجه اسمها لارنجيو فارنس. خلاص، ادي ساجيتال سكشن. خلاص.